أنا مش هاممني نفسي، أنا راجل ممكن أستحمل، لكن أنتوا ست ستات هتعملوا إيه؟ لا يا عادل، لا لا بقى يا عادل بقى. ما تزعلش يا حبيبي، أكيد هتتجاوز المحنة والضربة التي لا تدمرني تقويني. ما تشيلش هم الموضوع ده يا عادل، أنا أختك من لحمك ودمك وأنت أخويا الوحيد، أنا ما سيبكش عمري كله. صح يا سناء، هي دي الروح الأخوية الحقيقية اللي بتخلي الناس كلها تتجاوز المحنة. أيوة، الروح الأخوية إيه وهي هتعمل لي إيه؟ دي غلبانة بمرتبها اللي بتقبضه. مش هو كان عايز 5000 جنيه يا عادل؟ أيوة، وأنتِ هتجيبيهم منين يعني يا سناء؟ عادل، خد دوري في الجمعية وأقبض أنت الأول يا عادل. سناء، لا يا سناء، التضحية مهما تكون ما توصلش للدرجة دي، مش معقولة، ده حلم عمرك الموبايل اللي انت كنت عايزة تجيبيه ده يا ماما. خلاص يا عادل، الحياة أولويات واختيارات. خلاص، كلمي بقى أم ميرفت. منورة يا أم ميرفت. يخليك يا سعادة. تحب تشربي ايه؟ لا يا اخويا، بابا اشربش اي حاجة على معدة فاضية. دولا اروح اجيب لها حواوشي؟ لا لا. انا عايزه شيش طاووق وميه معدنيه. يا ام ميرفت، شيش طاووق وميه معدنيه مفيش وقت، وبعدين يعني انت جايه في السر يعني. طيب طيب يا اخويا. بعدين يعني. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. الفلوس اللي هي بتاعت الجمعيه اللي المفروض اخدها مكان سناء يعني، انا مش هاخدها كفلوس، انا هاخد الموبايل. بس اهم حاجه يبقى سر يا ام ميرفت، لا سناء تعرف ولا ماما ولا رانيا ولا اي حد خالص. لا يا اخويا، سرك كبير. ايوه، والجمعيات اسرار. ايوه، لا لا لا، ما تخافش يا اخويا، وبعدين انا ما طلعش سر جمعيتي لحد ابدا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فين الموبايل يا اخويا؟ اهو، انا لفهوله. لفاف ورق جرايد عشان يشرب السين. برافو عليك يا ام ميرفت، اتكل انت على الله، بس ما حدش يعرف ام ميرفت. لا 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 لا، انا همشي بقى، انا هتعشى مع العيال. بالهنا والشفا، مع الف سلامة. مبروك عليك يا ام ميرفت. اوعي. لا يا اخويا، ده انا عينيا. لا ابدا، مع السلامة. دولا، هو الموبايل ده ولا ايه؟ هو ده الموبايل؟ قاعدين ساكتين من الصبح، جاي دلوقتي تعلي صوتك. معلش يا دولا. هو الموبايل؟ يلا يا اخيرا، بدل فرد الشبشب اللي عندي دي. بص يا شكله كده هتشفطه، كده هتشفطه. اتعامل معاه برقه. سلام. الله يا دولا. دولا في كاميرا اهو. دولا خدني بقى صوره تذكاريه كده. لا صوره ايه يا ابني؟ الفلاش اللي موجود ان هو عندي في الموبايل مش هيفهم وشك يعني، وشك ممكن يرد الاضاءه تاني بتاعت الفلاش فتحرق الكاميرا. لا لا لا، استنى استنى استنى، ايه ده؟ الله، بس يلا، ده مش راضي يشتغل. يلا مش راضي يشتغل. دولا قريت فيها يا بوز الاخص. دولا، طب ما تخبط عليه كده يمكن يشتغل. يمكن ايه؟ يمكن ايه وانت ما تمدش ايدك عليه خالص؟ ده اجهزه حساسه. بص يلا، احنا احسن حاجه نوديه للواد ايمن مزد، هو اللي يعرف يتصرف معاه. صح، يلا بينا. ايوه جاي معاك. اتنين انام على ثلاثة. شيء خير؟ شحنا على الهواء، تحويل رصيد، نغمات، كليبات، بلوتوث. حدد طلبك بالظبط. حضرتك ده ما بينطقش. طب ما تصبر عليه يا دولا، ده لسه جديد، لسه ما اتعلمش الكلام. بس وريني كده. ايه ده؟ الموبايل ده استعمال خارج وللاسف ما يشتغلش في البيئة دي. ما يمكن ما بيشتغلش في الحر يا دولا. يا اخي ما الراجل قاعد، ما تسكت انت. اتفضل حضرتك. قبل اي حاجه، في رسوم 20 جنيه كشف. لا، لو على 20 جنيه مقدور عليه. اتفضل حضرتك، هات. نبدا نكشف. بسم الله الرحمن الرحيم، استعنا على شاب الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. للأسف الموبايل ده محتاج عملية زرع بطارية. زرع بطارية؟ دولا، يعني احنا لو زرعنا بطارية هتطرح موبايل؟ اسكت اسكت. حضرتك زرع بطارية ايه؟ مين هيرضى يتبرع له بالبطارية بتاعته؟ ده دلوقتي احنا بقينا في زمن الأخ ما بيديش الشاحن بتاعه لأخوه. نسفره بره يا دولا. بس يا رمزي، مش وقت خالص. شايفني انا متدمر ازاي عشان الحالة اللي فيها ده؟ الموبايل ده محتاج عملية، عملية صعبة ومستعصية، لازم يتحط على جهاز فك الشفرة.
بص الاعمار بيد الله، اتكل على الله. هتتكلف قد ايه العمليه دي؟ 200 جنيه. طب ما نقدرش نعمل له عمليه يعني اللي هي بتاعت فك الشفره دي على حساب الدوله؟ طبعا ينفع، بس ده هياخد منك وقت كتير جدا وهتخش في اجراءات والروتين، وما خبيش عليك الحاله صعبه وما تستحملش. دولا لا بقى، احنا نطلع بيه على القصر العيني على طول. ده احنا نموته بايدينا اسهل، ده احنا عمال نروح القصر العيني يكون هنج يا ابني. اتكل على الله، اتكل على الله. هنعمل ايه؟ مفيش في ايدينا حاجه. اتكل على الله ونعمل العمليه. تمضي على اقرار ان العمليه على مسؤوليتك؟ امضي. اتفضل حضرتك، هو ده الاقرار؟ اتفضل حضرتك، وادي امضيتي. ربنا يستر، ربنا يستر. بكره تعدي عليا الساعه 6 في المعمل. حاضر حضرتك، ما اجيبه لك بكره ان شاء الله على الساعه 6. افطره ولا اجيبه صايم؟ السلام عليكم. ايه انتوا سايلنت انتوا كمان ولا ايه؟ طب اقول ايه يا انعام؟ طب يا جماعه معلش، اصل بنتي ميرفت هتعمل السلطه وانا خايفه اتخرط البصل على السلطه. ايوه عشان احنا ما بنحبش البصل على السلطه. فتكم عافيه بقى. ايه يا ام ميرفت حكايه السلطه اللي انت خايفه عليها من البصل دي؟ يعني يا خوف يا ام ميرفت. لا يا اخويا، لا يا اخويا، فتك بعافيه يا حبيبي، فتك بعافيه. السلام عليكم. طيب هو في عشاء ولا ايه؟ ما فيش عشاء. طب في غدا؟ ما انا واكل يعني بره قبل ما اجي يعني، بس انا كنت بسال اذا كان في عشاء او غدا عشان انتوا تاكلوا يعني، او لو عوزتوا اي حاجه انا ماشي. اخش انا بقى اغير. خرب بيتك يا ام ميرفت، على راي المثل، لا تهرج مع ام ميرفت ولا تخلي ام ميرفت تهبل. تهرج مع صباح الخير. يا مخادع يا غشاش يا غدار. رانيا؟ ايوه رانيا يا ضلالي يا مخادع. ام ميرفا طلعت عميل مزدوج وواشت بيك. واشت بيا ايه؟ وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه؟ خدعت ونورت وحاورت علشان تاخد الموبايل اللي سنة قصك هتشتريه يا مخادع. ايه الكلام ده؟ كلام كبير جدا. مش انا يا ماما اللي خادع، وبعدين انا اعمله لها مفاجأة. انا لو كنت عايز الموبايل ده ليا كنت خبيته ليه في الدولاب؟ خلاص اثبت حسن نيتك وديها الموبايل. طبعا انا هديه لها، بس اصلحه الاول لان هو اصلا رخيص وكان بايظ يعني، الشبكه بتاعته ما كانتش بتلقط، فانا هظبط الشبكه يعني واصلحه وهديه لها طبعا. شوف يا عادل يا مخادع، لو هربت من جهاز فك الشبكه مش هتعرف تهرب من جهاز كشف الكذب يا كذاب. سناء نفسيتها محطم، ما حدش فينا هيكلمك غير لما تصالح سناء. انا هتكلم معاها. صالحها ليه وانا عملت لها ايه يعني؟ هتكلم معاها وافهمها ان انا جايب لها الموبايل ده مفاجاه يعني. دي اختي يا ماما، ده انا اللي اهتم بيها اكتر منك. اختي. سناء انا. انت ايه؟ انت اناني، بتفكرش في الحاجه اللي انت عايزها وبس، لكن الحاجه دي هتضايق مين؟ هتزعل مين؟ ما بيهمكش. سناء انا يعني انا غلطان، انا غلطان وانت معاكي حق، بس انت عارفه طبعا ان الانسان بيبقى ضعيف قدام الاجهزه الالكترونيه يعني. عادل انا نفسي اسدد من الموبايل ده، خلاص مش عايزاه، نفسي اسدد من كل الاجهزه الكهربائيه. لا لا لا، ازاي تسدد من الموبايل؟ ازاي؟ لا ده موبايلك يا ماما، ده حقك انت. معلش يعني حتى لو انا غلطت ده حقك، انا هصلحه واجيبه لك على طول. تصلحه؟ الموبايل محتاج عملية زرع بطارية، هعملها على حسابي يعني، ما تقلقيش ان شاء الله هتنجح العملية بإذن الله، ويرجع يملى البيت تاني رنات ومزدات ومسجات ويعمل لنا حس الشقي ده. يتربى في كارتك يا عادل. طب يا ستي، شحن الموبايل شهر قدام على حسابي، اجيب لك كارت بخمسين جنيه. طب والجراب؟ ماشي يا ستي، ليكي بدل الجراب جرابين، واحد في الصيف شفاف وواحد في الشتاء قطيفة. طب واللي بقى؟ ومصاريف المدرسة علي، وكمان يا ست البامبرز بتاعه. خلاص بقى يا سناء ما تزعليش بقى، خلاص زعلانة يا بنت؟ خلاص بقى كتفي اتخلع يا بنت، خلاص بقى، خلاص ما تقعدش كل شوية كده، ما تفتش ايدك عليا.